ثقل يعني اكيد في مجلس النواب تقريبا الثلث، وبالتالي انا احسبها حسابات مكون من مكونات الشعب العراقي، على اعتبار انه اغلبيه الفائزين فيها من الاخوان العرب السنه، وبالتالي الدستور يتحدث في كثير من مواده عن مكونات الشعب العراقي ولا يتكلم عن قوائم، فيتكلم عن الاخوه في الكرد كمكون، ويتكلم عن السنه كمكون وعن الشيعه كمكون. هكذا حقيقة أفهم الدستور، بالتالي هذا الرقم لا يستطيع أحد أن يتجاهله. ولكن الأخوة في القائمة العراقية كثيرا ما يصرحون أنهم يجب أن يشكلون الحكومة، وحتى هذا اليوم كانت تصريحات للسيدة ميسون الدملوجي أننا لن نصوت على حكومة يشكلها التحالف الوطني. طيب، من منطلق أنهم لا يريدون أن يعترفون بالمحكمة الاتحادية ولا يريدون أن يعترفون بتفسير المحكمة الاتحادية، وهذه المسألة خرق للدستور على النحو الآتي: المحكمة الاتحادية التي شكلت بالأمر رقم 30 لسنة 2005 شكلت في حكومة الأخ الدكتور عياد علاوي، وبالتالي هذه المحكمة مارست عملها حتى نطبق قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية. وعندما انتقلنا إلى الدستور الذي صوت عليه الشعب ونشر في الوقائع العراقية وشكلت حكومة بموجبه، نصت في نصف المادة 130 على أنه تبقى كافة القوانين والتشريعات والأوامر والأنظمة نافذة ما لم تبدل أو تعدل أو تلغى، والمحكمة الاتحادية لم تبدل ولم تعدل ولم تلغى. إذن انتقلت الاختصاصات التي وردت في الدستور إلى المحكمة الاتحادية العليا، وضمن اختصاصاتها تفسير الدستور. عندما نختلف أين نذهب؟ يعني كل واحد يفسر الدستور لصالحه، وهذا أمر غير صحيح. لابد من وجود مرجعية قضائية، وهذه هي المرجعية القضائية تمثلها المحكمة الاتحادية العليا. هذا أولاً. ثانيا، أنك عندما تريد أن تحترم الدستور فتحترم النظام النيابي البرلماني، والنظام النيابي البرلماني أصبح صفة نظام الحكم في العراق. نظام الحكم في العراق ليس رئاسيا، نظام الحكم في العراق ليس وزاريا، نظام الحكم في العراق ليس على غرار العديد من الأنظمة في العالم، وإنما قبة البرلمان هي التي تحدد نوعية نظام الحكم، وقبة البرلمان تستوجب الأغلبية الانتخابية الأغلبية البرلمانية، والأغلبية البرلمانية اللي نحتاجها لانتخاب رئيس مجلس نواب ولانتخاب رئيس جمهورية ولانتخاب رئيس مجلس الوزراء ولمنح الثقة للوزراء والبرنامج الوزاري، نحتاج إلى 163 مقعد في البرلمان، 163 نائب يقولون نعم أو لا لهذا المشروع أو ذاك. هذا هو النظام النيابي البرلماني. هذا الموضوع متحقق في التحالف الوطني وغير متحقق في القائمة العراقية. نعم، لو دخلنا إلى البرلمان بدون تحالف وطني وبقيت القوائم على ما هي عليه، نعم السيد رئيس الجمهورية المنتخب القادم ملزم بأن يسمي مرشح القائمة العراقية على اعتبار هي تحمل رقم 91 ودولة القانون 89 والائتلاف 70 والتحالف الكردستاني 57. ولكن عندما يدخل التحالف الوطني موحدا تحت زعامة واحدة للكتلة النيابية وتحت مسمى واحد لرئاسة مجلس الوزراء، لا يستطيع السيد رئيس الجمهورية أن يتجاوز هذا الرقم، على اعتبار هذا هدر للمادة الأولى من الدستور والمادة 76 من الدستور، وكل الدستور مؤسس على أن نظام الحكم في العراق نيابي برلماني. بالتالي أنا كلش أجد فائدة من زيارة السيد نور المالكي للسيد أياد علاوي، والسيد أياد علاوي أحد الزعماء السياسيين على الساحة العراقية، ولا أحد يستطيع أن ينكر ذلك، مع مجموعة من أخوانه وزملائه في القائمة العراقية. في كل الأحوال أن الزيارة إن كانت لتشكيل حكومة الشراكة الوطنية فهذا بالتأكيد شيء مثمر ومفيد ونافع للعملية السياسية للمجتمع العراقي للدولة العراقية للسياسة وللديمقراطية. وإن كان الموضوع فقط يتعلق بنقطة واحدة وهي مسألة رئاسة مجلس الوزراء، أعتقد سوف لن يصل الزعيمين إلى نتيجة بهذا الاتجاه، على اعتبار أن كلاهما، مع كل الاحترام للزعيمين، أن كلاهما متمسك بأنه هو مرشح لرئاسة الوزارة. فمن
يتنازل لمن بهذا الاتجاه. ولكن حكومة الشراكة الوطنية حقيقة تستوجب، وهذا المبدأ أطلق من قبل التحالف الوطني، ونحترم احنا هذا الاتجاه من احترامنا للقوى السياسية الأخرى، أن حكومة الشراكة الوطنية تستوجب مشاورات جادة وحقيقية ومحترمة في احترام كل القوى السياسية وصولا إلى اتفاق حول سلة الحكم في العراق، وهي تستوعب لكل القوى السياسية أعتقد، ويتجاوز عدد المناصب بها أكثر من 46. نعم القاضي وائل عبد اللطيف، اسمح لي، بحاجة إلى مشاورات، بحاجة إلى إذابة الجلود. طيب سيادة القاضي إذا سمحت لي، مشاهدينا الكرام، سيادة القاضي لو سمحت لي مشاهدينا الكرام، نتوقف مع فاصل قصير ونعود لتتمة الحوار، فابقوا معنا. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الساعة العراقية، الكتل السياسية وعقدة تشكيل الحكومة، محور هذا اللقاء. أبدأ القسم الثاني من هذا اللقاء مع السيد هافال زاخوئي في بغداد. سيد زاخوئي، كان هناك تصريح لافت للقيادي في التحالف الكردستاني السيد فؤاد معصوم، هدد السيد معصوم باللجوء إلى المحكمة الاتحادية إذا لم تحصل القائمة الكردستانية على تعهدات من الكتل النيابية بالالتزام بتنفيذ المادة 140 من الدستور. هل وصلت الأمور إلى يعني طريق مسدود في الحوارات بين الكتل، خاصة حول المادة 140، بحيث يهدد التحالف الكردستاني باللجوء إلى المحكمة الاتحادية؟ نعم، هناك فارق بين التلويح وبين التهديد. أعتقد أنه الدكتور فؤاد معصوم لوح بذلك ولم يهدد. لا، المشكلة أنه هذا الكلام الذي صدر عن الدكتور فؤاد معصوم يؤكد كلامي على أنه هناك حقيقة أزمة ثقة بين القيادات الكردية وكذلك بين القيادات السياسية الحالية في بغداد. إن هذا الكلام بحد ذاته يؤكد بأن القيادات السياسية الكردية هي حاليا غير متحمسة للاتفاق مع أي طرف بخصوص تشكيل الحكومة إذا لم تكن هناك تعهدات، خاصة أنه في دولة القانون هناك تصريح لأحد أعضاء قائمة دولة القانون أو ائتلاف دولة القانون، أحد الأعضاء لا أتذكر اسمه بالضبط، تذكر بأنه بقاؤهم في المعارضة يعتبر أحسن من تسلمهم للحكومة بشرط تطبيق المادة 140. هذا الكلام بحد ذاته كلام خطير يصدر من أحد السادة النواب في هذا الوقت الحساس. يعني أصلا هناك يعني عقدة كبيرة، اسم البرنامج هو عقدة تشكيل الحكومة، هناك عقدة كبيرة وهناك خلاف كبير حول من سيترأس الحكومة، هناك عدم تفاهم حول هذا الموضوع، إن يأتي آخرون ويقحمون بموضوع المادة 140 في هذا الوقت الحساس أعتقد أن هذه الأمور لا تخدم. لذا يعني أؤكد من جديد بأن الخلاف بين أربيل وبغداد هو خلاف متجذر عميق ويعود إلى سنوات سابقة، وكما ذكر أستاذي الأستاذ علي شلاه بأنه لا يمكن حل هذه المسائل بين ليلة وضحاها، لكن تبقى أزمة الثقة الكردية مع بغداد أزمة قائمة ولا أحد يستطيع إنكار ذلك. طيب دكتور علي شلاه، يعني من جهة هناك كان بعض التسريبات الإعلامية التي فيما بعد نفاها بعض الأعضاء في دولة القانون من أن ائتلاف دولة القانون قدم تعهد خطي للتحالف الكردستاني بتطبيق المادة 140، طبعا كما قلت نفي هذا الخبر وقيل أنه غير صحيح. من جهة أخرى هناك حديث كما قال السيد زاخوئي، أعضاء في دولة القانون يقولون نحن نفضل أن نكون في المعارضة على أن نقبل بالمادة 140. في الحقيقة هناك إشكال حصل في اليومين الأخيرين، مفاده تصريح أحد الأخوة زملائنا النواب في دولة القانون